بسم الله الرحمن الرحيم. مراجعة وحل تدريبات للصف الثاني الثانوي. نبتدي مع بعض. أول جملة: نحو تالله لن أساعد ظالما. حكم توكيد الفعل بالنون، طبعا هو مديني 4 اختيارات، بيقول لي جائز لدلالتي على النهي، واجب لأنه جواب قسم، ممتنع لأنه مضارع منفي، ممتنع لأنه فقد شرط الاستقبال، طبعا الإجابة رقم جيم، ممتنع لأنه مضارع منفي. السؤال اللي بعده: هل تمارسن الرياضة؟ حكم توكيد الفعل بالنون، طبعا احنا فاكرين ان الفعل اذا سبق بأداة استفهام هل يبقى اصبح جائز لأنه مضارع مسبوق بطلب، يبقى الإجابة رقم جيم، جائز لأنه مسبوق بطلب. السؤال اللي بعده: اصدقوا في أقوالكم تفلحوا. اصدقوا في أقوالكم فتفلحوا، بيقول لي ما تحته خط فعلان. أول واحد طبعا مضارع لأنه واقع في جواب الطلب، يبقى ده مجزوم بحذف النون، يبقى الأول مجزوم، والثاني سبق بفاء سببية يبقى منصوب بحذف النون، يبقى الإجابة الصواب عندي هي رقم جيم، الأول مجزوم والثاني منصوب. السؤال اللي بعديه: يتقي الله ينجو من العذاب. بيقول لي إذا ربطنا بين الجملتين بمن الشرطية، بمن الشرطية، فالتغير الحادث هو طبعا يتقي معتل الآخر، يبقى هنشيل حرف العلة تبقى يتق ونحط كسرة، ينجو هنشيل حرف العلة اللي هو الواو ونحط ضمة على الجيم، يبقى ألف ما تنفعش، يبقى الإجابة رقم باء، يتق وينج. السؤال اللي بعديه: يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان الجواب، طبعا احنا عارفين فاكرين بيت الشعر اللي كان مجموع فيه قاعدة ارتباط جواب الشرط بالفاء اللي هو اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف، طبعا ألف جملة اسمية صح، ب جملة طلبية صح، جيم مسبوق بقد صح، يبقى كل ما سبق صحيح، يبقى الإجابة الصواب دال، كل ما سبق صحيح. السؤال اللي بعده بيقول لي: احفظ للناس أقدارهم تكسب مودتهم. نكشف عن كلمة مودة في مادة مودة، طبعا هنشيل منها التاء اله والميم، يبقى يتفضل لي مودة، أجيب منها الفعل ود، أفك التضعيف تبقى واو دال دال، يبقى الإجابة ألف. لا تهمل واجبك، ما تحته خط فعل، بيقول لي أمر جائز التوكيد بالنون، هو مش أمر أساسي، ب مضارع واجب التوكيد بالنون، هو مفهوش أي حاجة بتقول إنه واجب التوكيد بالنون، جيم مضارع جائز توكيده بالنون، نستنى نشوف دال، بيقول لي مضارع ممتنع توكيده بالنون برضه، مفيش أي شروط تمنع توكيده بالنون، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم لأنه مسبوق بطلب نهي. السؤال اللي بعده: بالله لينتصرن الحق، ما تحته خط فعل، طبعا مؤكد بالنون، يبقى مضارع جاز توكيده بالنون، ولا مضارع واجب التوكيد بالنون، ولا مضارع ممتنع التوكيد بالنون، ولا أمر جائز توكيده بالنون؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي رقم باء، مضارع واجب التوكيد بالنون لأنه تحققت فيه كل الشروط. الجملة التي فيها فعل، الجملة التي فيها الفعل يجاهد واجب التوكيد بالنون هي: فليجاهد، طبعا ما ينفعش لأن دي لام الأمر، يبقى دي جائز. تالله ليجاهدن المصريون أعداءهم، الجملة صحيحة. عسى المصريون أن يجاهدوا أعداءهم، لا برضو دال، هل لا يجاهد ده جائز، يبقى الإجابة هي رقم باء، تالله ليجاهدن المصريون أعداءهم. السؤال اللي بعده: التلميذات قرأن القصص، ما تحته خط فعل، نقط توكيده بالنون، طبعا احنا عرفنا ان الماضي يمتنع في توكيده بالنون، يبقى قرأنا ده فعل ماضي مبني تمام وممتنع توكيده بالنون. طيب السؤال اللي بعده:
سافر صديقي حتى لا أودعه. أودعه ما تحته خط، طبعا هنا حتى تنصب إذا كان الفعل دال على الاستقبال، يبقى أودعه فعل مضارع مرفوع، يبقى مش منصوب لكنه فعل مضارع مرفوع، يبقى الإجابة رقم باء. كوني صادقة تفلحي، ما تحته خط، كوني صادقة تفلحي، طبعا ده واقع فيه جواب الشرط، يبقى فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم بحذف النون. آخر سؤال في التدريب ده بيقول لي يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان مسبوقا ب لن ولا ما ولا حتى ولا الأولى والثانية. طبعا فاكرين بيت الشعر اسمية طلبية وبجامد وبما ولن، يبقى الإجابة دال الأولى والثانية. ده أول تدريب.